مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نجم مصر. هنبدأ أخبارنا النهاردة بخبر وفاة الدكتورة سونيا عبد العظيم التي توفت أثر إصابتها بفيروس كورونا. يمكن هذه الدكتورة رحمة الله عليها توفيت أثر إصابتها بفيروس كورونا. هي هذه الدكتورة كانت طبعا تعالج إحدى المرضى بفيروس كورونا وانتقل إليها هذا الفيروس، ثم توفيت ورفض أهلها أو رفض أهل هذه القرية أهل قريتها دفنها. موقف كان محزن جدا جدا من أهل قرية الدكتورة سونيا عبد العظيم. فدائما لما نيجي نتكلم على هذه القرية مش هنقول غير قرية الدكتورة سونيا عبد العظيم. موقف بصراحة أحزننا جدا جدا، أحزن كل الشعب المصري. موقف مشابه ولكن موقف إيجابي جدا 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 بقرية كفر فيشة بمنوف. يمكن أحد أبطال الجيش الأبيض الممرض الأستاذ محمد عبد الفتاح اللي أصيب بفيروس كورونا، ولكن أراد الله أن يشفى من هذا الفيروس. هذا الرجل أو هذا البطل وهو خارج من هذه المستشفى بعد شفائه ذهب إلى قريته اللي هي كفر فيشة بمنوف، فوجد هناك مفاجأة من أهل قريته إن هم استقبلوه بالتصفيق. فده كان موقف جميل جدا جدا، أو كانت مفاجأة جميلة لهذا البطل الأستاذ محمد عبد الفتاح، وكان موقف جميل جدا جدا ومشرف من هذه القرية. بصراحة موقف فرحنا بيه جدا جدا جدا، زي ما موقف قرية الدكتورة سونيا عبد العظيم كلنا زعلنا عليه، الموقف هذا الموقف الإيجابي موقف قرية كفر فيشة بمنوف بصراحة كده كلنا كنا مرتاحين لما شفنا هذا الموقف أو لما شفنا هذا المشهد وهذا الاستقبال الجميل من هذه القرية أو من هذه أهل أو من أهل هذه القرية المحترمة. فكل الشكر وكل التقدير لقرية كفر فيشة بمنوف. طيب يمكن المبادرة الجميلة وهي تأجيل سداد الأقساط للمقترضين 6 أشهر، قرار كان جميل جدا جدا ومن القرارات الممتازة اللي اتخذتها الحكومة، قرار كان جميل جدا. ولكن لماذا لم يعم هذا القرار على الجمعيات؟ يمكن أغلبية المقاهي أو كل المقاهي حاليا مغلقة بسبب هذا الوباء، محلات كثيرة مغلقة برضو بسبب هذا الوباء. أصحاب المقاهي وأصحاب المحلات دول برضو جايبين قروض ولكن مش من البنوك، من الجمعيات. طيب المقاهي أو المحلات اللي هي المغلقة حاليا دي دلوقتي وعليهم أقساط، هيسددوا من فين؟ دلوقتي المكان اللي هم بيسددوا منه أو المحل أو المقهى اللي بيسددوا منه القسط بتاعهم أو قسط القرض مغلق، هيسددوا من فين؟ فأتمنى من المسؤولين إن الجمعيات سواء كانت جمعية أمان أو جمعية تسهيل أو رجال الأعمال، كل الجمعيات أن هذا القرار برضو يعم على هذه الجمعيات أن هي تتأجل 6 أشهر ولو 3 أشهر فقط. لو شايفين أن هي تتأجل 6 أشهر ده فترة كبيرة على الجمعيات، يا ريت حتى ولو 3 أشهر أو لو نص القسط بس مثلا، يعني لو نصف القسط بس، لو حضرتك مش هتقدر تأجل له 6 شهور أو 3 أشهر. فأتمنى من الجمعيات أن هي تقف بجانب المقترضين لديها بسبب الظروف اللي بنعاني منها كلنا. طيب منذ أيام كده أحد الشباب المصريين يعني كان فرحه من كام يوم، فعمل حاجة كويسة جدا، هو ما عملش فرح نظرا للظروف الوبائية. فالراجل يمكن زي ما بيقولوا كده أو بالبلدي كده، الراجل خد عروسته من الكوافير على بيته على طول، والفلوس اللي كان هيعمل بيها الفرح الراجل تبرع بيها لوجه الله للفقراء وللمحتاجين والكلام ده. فده كان موقف جميل جدا جدا من هذا الشاب، وأتمنى أن هذه الفكرة تعم على كل الشباب المقبل على الزواج في هذه الفترة. طيب حابين نروح في مكان يسمى بالمنتزه. المكان ده يا ريت لو يعرضوا لنا الفيديو. المكان ده يسمى بالمنتزه، موجود في مدينه شركه السكر قريه الدرب
بمدينة نجع حمادي محافظة قنا. المكان ده موقع موجود على البحر مباشرة، مساحته كبيرة جدا جدا جدا. في أقاويل تقول لك إن هذا المكان تابع لمصانع سكر نجع حمادي، وفي بعض الأقاويل بتقول إن هذا المكان تابع لوزارة الري. طيب إذا كان هذا المكان تابع لوزارة الري أو لمصانع سكر نجع حمادي، لماذا لم يستغل؟ لماذا لم يستغل وإن يكون هذا المكان نادي اجتماعي أو مكان ترفيهي لأهل أو لأهالي مدينة شركة السكر أو قرية الدرب والقرى المجاورة؟ طيب معانا على الهاتف عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي النائب فتحي قنديل. ألو؟ ألو؟ سيادة النائب زي حضرتك؟ أهلاً أهلاً. سيادة النائب يمكن لسه عارضين حضرتك المنتزه، المكان المسمى أيوة. بالمنتزه بشركة السكر. أيوة. هذا المكان المميز يا سيادة النائب لماذا لم يستغل لصالح أهالي مدينة شركة السكر وقرية الدرب؟ وبالتالي هيكون في دخل لهذا المكان إذا استغل صح، والدخل ده هيكون للدولة المصرية، يعني في استفادة من جميع النواحي، فلماذا لم يستغل هذا المكان المميز؟ المكان ده سعادتك منذ بداية لما إنشاء شركة السكر نجح حمادي، طبعا كانت الزراعات من عند شركة السكر نجح حمادي لغاية كوبري نجح حمادي كلها زراعات قصب. القرى الدرب وده كله كان جوه سعادتك بعيد عن البحر او عن خط الطريق مثلا. تمام. ولكن المكان دي تابع اصلا واللي عملته شركه السكر. تمام. كان ملكيته تقول لوزاره الري او مش لوزاره الري، فهو متاجراه ووضع يدها عليه موظفه شركات السكر. تمام تمام تمام. ما فيش حد من ابناء الدائره ولا القرى يعني اولى مين اللي يتكلم عن المكان دي؟ اللي هم الشباب بتوع الدرب. طيب او الشباب اللي في المستعمره اتكلموا كتير يا سياده النائب، اتكلموا كتير والله. لا مؤاخذه اتفضل. او شباب مستعمر شركه السكر. تمام. مستعمر شركه السكر في حمامات سباحه جوه وفي نوادي ومش عارف وايه وايه، وغير مستغل المكان ده وفي غنى عن المنتزع اللي على النيل. ولكن الشباب بتاع شركه السكر كقريه والدرب، انا عن نفسي ما فيش حد جاني قال لي من خلال الدورة دي اني انا لي 4 سنين في نائب عن دائرة الرئيسية القديمة اللي هي نجا حمادي اللي هي فيها الدرب وشركة السكر المنطقة دي. مفيش شاب جاني يكلمني، كل اللي بيجوا يكلموني عاوزين مركز شباب داخل قرية الدرب وعلى ترعة وعلى برضه تابع لوزارة الري وتم التخصيص والحمد لله والكلام دي. لكن في المكان ده انا حد جاب سيرته نهائي. حتى لو كان المكان ده تابع لشركات السكر، شركات السكر تابعة لمركز نجع حماد. تمام. تمام تمام. ممكن برضه تعرضه للشباب والرياضة أو تعرضه أو تأجره هي، يعني شركة السكر ممكن لو في غنى عنه تأجره للشباب. صح صحيح. يستغلوا ككافيهات ومنتزه وممكن يعني متنفس ده ممكن نادي اجتماعي أو نادي اجتماعي يا سيادة النائب. المدينة تيجي تسكن فيه تقعد فيه. طيب حضرتك عايز واحد يجي بعربيته ومدامه والعيال ومش عارف ايه ويجي ياخدوا السهرة. طيب عايز اخد حضرتك لنقطة تانية، مستشفى نجع حمادي العام يمكن ليها أكتر من 3 سنين يتم تجديدها. إيه سبب التأخير حتى الآن يا سيادة النائب؟ أقول لسعادتك يا باشا سبب التأخير التخطيط، سوء التخطيط. خلاص الفيديو يا جماعة. سوء التخطيط، أنت سامعني ولا مع حد تاني؟ مع حضرتك، مع حضرتك. سوء التخطيط من وزارة الصحة والمحافظة. تمام. تمام. لما يجي يعرض يعمل احلال وتجديد في 4 مستشفيات او 3 مستشفيات في منطقه واحده، مستشفى بوتشتي ومستشفى نجح حمادي ومستشفى ديشني. تمام تمام. طب ما انت تعمل الاحلال والتجديد ده كل سنتين، اعمل مستشفى كل سنه، اعمل مستشفى واحد. صحيح. ما تخليش انت مستشفى نجح حمادي عايزه 400,000 جنيه وبتاعت ابو تشتي عاوزه مش عارف كام وبتاعت ديشنا كام، يعني قول عاوزين 600 700 800,000 جنيه اللي بتديهم لك الحكومه كلهم 300,000. ال 300,000 لو حطيتهم في مستشفى زي نجا حمادي بعد 6 اشهر هتتوظف وحدي. صح؟ صح. ولا مش صح؟ ولا تدي 100 لديشنا و100 لنجا حمادي و100 لابو تشتي، مش هتبان شغل فيها ولا في اي حاجه. طبعا احنا قلنا الكلام ده وعرضنا الكلام ده على وزيره الصحه وزيره التخطيط وزير والمحافظ وتعرض، وكان اولويه برضه لمستشفى نجا حمادي انه ممكن ياجلوا مستشفى ديشنا ومستشفى ابو تشت، والاولويه تبقى لمستشفى نجا حمادي.
تتعمل مستشفى نجا حمدي، ولكن طبعا جات الطامة الكبرى والوباء اللي حاصل ده ساعتها وقف البلد والجميع الأنصبة وجميع كل حاجة شغالة. صحيح. وكل الدنيا شغالة للوباء الكورونا الله محفظه. طيب عايز أخذ حضرتك أو عايز أوجه سؤال لحضرتك، إيه أسباب تدني محصول القصب هذا الموسم في محافظة قنا؟ ماشي، أنت جيتنا من الشباب للصحة للزراعة. أيوه فاضيين النهاردة. تدني تدني محصول قصب السكر، يعني الفدان اللي كان يجيب 40 و50 طن دلوقتي بيجيب 20 و25، دي حاجة واحدة بس. تمام. تمام، إيه هي؟ إنه السماد، السماد اللي كان يجي في السنة اللي فاتت واللي قبله ده كان يجي سماد هيدروجين، اسمه بنقوله عليه إحنا سماد السويس. ودي سببها إيه؟ إنه كانت وزارة الزراعة بتجيبنا تفرض السماد ده علينا. وأنا من ضمن في مجلس النواب كتبت طلب إحاطة السيد وزير الزراعة دكتور عز الدين أبو السيد إنه السماد دي ما فيهوش نسبة الأزوت والهيدروجين اللي مطلوبة. تمام؟ وبالتالي طبعا في أسبوع مشى الوزير والموضوع مات على كده. المهم، ولكن إحنا بدأنا في منظومة جديدة في السماد بنختاره إحنا السماد اللي إحنا عايزينه كفلاحين وكمزارعين. ازاي؟ يعني بيجوا في كل جمعيه زراعيه تابعه لقريه الدرب، انت من الدرب يا استاذ ابو علاء؟ من قريه الدرب. اه وبتشرف طبعا انا من قريه الدرب. هنضرب مثل بقريه الدرب، لما يجوا المزارعين بتوع قريه الدرب كلهم وكل واحد يروح الجمعيه الزراعيه يدفع ثمن السماد بتاع ارضه مقدما، تمام؟ وتتلم ثمن السماد ونقول نبعتهم للجمعيه المركزيه ومركزيه الجمعيه العامه نطلب السماد اللي احنا عايزينه. طالما انا دافع ثمن السماد من جيبي هطلب السماد اللي انا عايزه، صح ولا مش صح؟ صحيح. وده عرض وطلب. ولكن لما استنى انا لما وزاره الزراعه تجيب لي سماد هتجيب لي طبعا مش عارف اقول لها الملح ده كويس ولا وحش. فكل مركز نجا حمادي حاليا ومحافظه قنا بالكامل مثل كلها بتدفع ثمن السماد مقدم في الجمعيات الزراعيه وبنجيبوا لها النوعيات اللي احنا عاوزينها زي ابو قير او طرخه او نطرات طرخه او نطرات ابو قير. ولله الحمد تعاقدنا انا كعضو في الجمعيه العامه في القاهره تعاقدنا هذا الاسبوع على مصنع كيما باسوان وده مغلق منذ مغلق على المزارعين السماد ده من يجي 20 سنه او 25 سنه فتح السماد للمزارعين واحنا ان شاء الله تعاقدنا عليه وهنده محافظه قنا بالكامل من محافظه اسوان من مصنع كيما تمام خلال 10 15 يوم. طيب سياده النائب كده محصول كويس. طيب سيادة النائب أخيرا رسالة من حضرتك للشعب القنائي وللشعب المصري بأكمله، تحب تقول لهم إيه عشان نعدي هذه الأزمة بإذن الله؟ الالتزام. الالتزام. الالتزام بما تخص لنا تقول لنا الحكومة. أول حاجة أقعد في بيتك. أنا شايف الناس لما تشوف واحد لابس كمامة يعني تمام سعادتك الناس صحيح. ممكن بتضحك بتستهزأ مش عارف لا ما حاسيش لا 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 لازم الوباء ده. طب احنا عندنا يعني حالا من ساعة او من ساعتين تمام ظهرت حالة عندنا في بلد اسمها القصر شرق النيل ما حدش كان متوقعها خالص. راجل عنده 80 سنة بيقول لك انه كان محجوز في مستشفى الصدرية في الجنه ورجع النهارده العصر او نهارده الصبح قاعد تعب جدا راحوا جابوا له الدكتور اتضح انه عنده كورونا عملوا له عينة طلعت ايجابية. طب ده بتهيألي مخلي البلد حاليا لو دخلت على قارة القصر تلقاها كلها صاحية ما حدش نايم فيها حاليا والبلاد المجاورة والدنيا كلها حواليها ليه خايفة من يعني من وباء الكورونا. يعني صدقتوا انه بيقولوا لازم تلبس الكمام حتى الراجل ده لو كان مصاب ودخل وقفل على بيته نفسه 15 يوم مش هتجرى له حاجة. وانا بضم صوتي لصوت حضرتك ونتمنى الالتزام من الجميع. عضو مجلس النواب عن دائرة نجا حمادي النائب فتحي قنديل بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب معانا مداخلات كثيره النهارده نروح برضو معانا عضو مجلس النواب بالاسكندريه النائبه مي محمود. الو. ايوه يا فندم. سياده النائب ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. حضرتك عامله اكثر من مبادره، يا ريت تكلمينا اكثر عن هذه المبادرات. وفي الوقت اللي احنا موجودين فيه ويعني ده الظروف دي مش بتمر على مصر بس دي بتمر على العالم كله كان لازم ان احنا نحاول نقدم حاجة لأهالينا في مصر وخاصة انا هتكلم على اسكندرية ودائرة المنتزه خصيصا. يعني احنا عندنا يعني اكتر من مبادرة قمنا بيها، بدأناها بمبادرة لتحدي الخير حاولنا ان احنا نقدم الدعم ل العمالة اليومية اللي تضررت
نتيجة فيروس كورونا وفقدوا شغلهم لأنهم كانوا عمال شغالين باليومية. قدرنا الحمد لله إن احنا نوصل لعدد كبير منهم، نوصل لهم مساعدات، نحاول إن احنا نقف جنبهم. كمان عندنا أزمة كبيرة جدا موجودة في اسكندرية، هي الأسواق العشوائية. ويمكن احنا دايما لما بنيجي نقول للناس اقعدوا في البيت، ولكن للأسف الشديد الأسواق فيها كم كبير جدا من الناس متواجدين، بينزلوا ويشتروا من السيدات ومن الرجال، انتشار كبير جدا. ويمكن تعتبر الأسواق هي بؤرة ممكن تساعد بشكل كبير على انتشار فيروس كورونا. وبالتالي يعني أنا عملت مبادرة سميناها ديليفري الخير. ديليفري الخير ده معايا مجموعة من الشباب المتطوعين، متطوعين بوقتهم وبجهدهم، كلهم من إن مدينة إحنا الإسكندرية سيادة النائبة. كلهم من اسكندرية وخصيصا من دايرة المنتزه. تمام. إحنا بدأنا المرحلة الأولى من المبادرة في دايرة المنتزه أول وتاني وتالت، إن إحنا بنجيب الحاجات اللي موجودة في الأسواق، الخضار والفاكهة اللي هو الأهالي في بيوتهم بيحتاجوها كل يوم. تمام. فإحنا بنجيب الحاجات دي بالأسعار بتاعة الوكالة اللي هي أقل من السعر الموجود في السوق. ومش بس كده، كمان إحنا بنوصلها للناس لحد بيوتهم من غير أي مصاريف ومن غير أي حاجة. بنحاول إن إحنا نقلل نزولهم للأسواق، إن إحنا بنوصلهم الحاجة لحد عندهم. وكمان بنحارب فكرة الجشع اللي موجودة من بعض التجار والغلاء اللي موجود في الأسعار. يعني الحمد لله احنا المبادرة بقالنا أسبوع شغالين فيها تقريبا، ناجحة بشكل كبير جدا. ويمكن ده اللي خلاني خطبت كمان السيد وزير الشباب والرياضة إن هو يتبنى تنفيذ المبادرة دي من خلال الشباب المتطوعين تمام. اللي موجودين في مراكز الشباب. احنا عندنا على مستوى الجمهورية اكتر من 4000 مركز شباب. صحيح. ويمكن وزارة الشباب والرياضة كانت عاملة مبادرة جيدة جدا، كانت من خلال تقريبا 5000 شاب، سوري 50000 شاب على مستوى الجمهورية قاموا بتعقيم المراكز والأندية اللي موجودة على مستوى الجمهورية. لو احنا قدرنا ان احنا نستخدم ال50000 شاب دول، وان يكون في كل مركز شباب او في كل نادي شعبي موجود على مستوى الجمهورية قدمنا الخدمة دي، وقدرنا ان احنا نوصل فعلا الخضروات والفواكه اللي الاسر بتحتاجها بشكل يومي للناس لحد بيوتها، يبقى احنا كده قللنا بشكل كبير جدا انتشار الفيروس عن طريق الاسواق العشوائية. طيب، نظرا لدي وقت البرنامج سيادة النائبة، محتاج من حضرتك رسالة لأطباء وممرضي مصر أو أبطال الجيش الأبيض زي ما بيحب يقول الشعب المصري، رسالة طبعا. حضرتك ليهم تقول لهم إيه؟ طبعا احنا يعني الجيش الابيض بنتوجه له بكل الشكر والتقدير على الجهد اللي بيقوموا بيه والتضحية اللي بيقوموا بيها. هم النهاردة ما يفرقوش عن اي جندي موجود في الميدان، موجود بيدافع عن البلد، هم بيدافعوا عن اهالينا. بنقول لهم احنا معاكم واحنا واقفين في ظهركم. ويمكن رسالتي للشعب المصري يعني ان احنا نلتزم بالاجراءات الاحترازيه لمنع انتشار الفيروس، علشان زي ما الاطباء دول واقفين وبيساعدونا لازم احنا كمان نقلل انتشار هذا الفيروس عشان نساعدهم، لان احنا شايفين قد ايه هم بيضحوا بنفسهم عشان خاطر البلد. طيب، عضو مجلس النواب النائبه مي محمود، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب، نروح بقى لاخبارنا الرياضيه. يمكن الكابتن وائل رياض لاعب النادي الاهلي السابق طلع لنا بتصريح ان هو بيقول اذا الزمالك عرض عليه تدريب الفريق سارفض. طيب، هنا سؤالي للكابتن وائل رياض، ايه حضرتك او ايه انجازاتك التدريبيه عشان خاطر الزمالك يعرض عليك تدريبه؟ فهنا ايه لازمه هذا التصريح؟ وليه حضرتك او ليه دائما في مصر اي حد اسمه ما بيترددش كتير بيطلع لنا بهذه التصريحات الغريبه عشان اسمه يتردد في مع سواء مع جماهير النادي الاهلي او مع جماهير نادي الزمالك او في بعض القنوات؟
فالكابتن وائل بيقول اذا عرض عليا نادي الزمالك تدريب الفريق سارفض. فانا ما اعتقدش ان حضرتك يا كابتن وائل ليك اي انجاز تدريبي عشان خاطر الزمالك يمشي كارترون ولا يتخلى عن جميع مدربي نادي الزمالك وابناء نادي الزمالك ويعرض على حضرتك تدريب نادي الزمالك. نفس الموضوع ايضا عادل مصطفى لاعب نادي الاهلي السابق اللي انضم بعد ما مشي من نادي الاهلي راح اسمنت السويس، بيقول انا وقت ما اتعرض عليا نادي اللعب في نادي اسمنت السويس كان معروض عليا نادي الزمالك ولكني فضلت نادي اسمنت السويس على نادي الزمالك. انا مش هتكلم، مش هرد، انا هسيب الجمهور الاهلاوي قبل الزملكاوي يرد على الكلام ده. حد بيفضل نادي اسمنت السويس على نادي الزمالك؟ نادي الزمالك اللي هو والنادي الاهلي اكبر انديه افريقيا. تصريحات ملهاش اي لازمه بصراحه. معانا مين يا جماعه؟ طيب ماشي، حاولوا معانا تاني. كان معانا الاستاذ احمد جمال الاعلامي احمد جمال، ولكن الخط فصل، هيحاولونا ايه معاه تاني. طيب حابب اتكلم عن نادي نجم مصر اللي بنتكلم عليه كل حلقه. نادي نجم مصر السنه اللي فاتت بدانا تدريباتنا وعملنا موسم مع نادي الشمس برعايه نادي نجم مصر. عملنا موسم كويس جدا جدا جدا، يمكن تعاقدنا مع لعيبه على مستوى انحاء الجمهوريه من كل مكان، من جميع المحافظات، من الصعيد ومن الفيوم ومن بني سويف ومن القاهره ومن الاسكندريه، من كل مكان. يمكن الموسم اللي فات لعبنا الموسم على ارض اسوان او على ارض محافظه اسوان، 95% من اللعيبه اللي كانت موجوده عندنا اول مره تتأيد في نادي. طيب معانا على الهاتف الاعلامي الجميل الاعلامي المحترم الاستاذ احمد جمال. استاذ احمد ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا بيك، تحياتي ليك وتحياتي لكل الجمهور الجميل. اهلا بحضرتك استاذ احمد. استاذ احمد، كده نجاح قناه نادي الزمالك ونسبه المشاهده العاليه جدا، هل كنت متوقع بصراحه هذا النجاح الكبير؟ اكيد طبعا، انا تجربه الزمالك اليوم كانت مؤشر قوي جدا لاعلام قوي بيمثل نادي الزمالك، ومصر بصفه عامه محتاجه في الاعلام الرياضي المنابر كتير، واعتقد ان السوق كان عطشان، او السوق الاعلامي الرياضي كان عطشان لظهور قنوات رياضيه جديده. تمام. واتمنى ان ما تكونش قناه الزمالك هي اخر التجارب الجديده اللي داخله على السوق المصري. اتمنى ان الاعلام الرياضي المصري يعود كما كان، في قنوات كتير بتذيع الدوري وكتير بتشتغل رياضه، لان ثبت بالدليل القاطع ان المشاهد المصري يحتاج الى قنوات رياضيه بكثره، مش مقصوره على قناه او اثنين او ثلاثه او اربعه. لا، ايه المانع ان احنا نفتح المنافذ ونفتح النوافذ زي ما بيقولوا، ويبقى في قنوات كتيره جدا. واعتقد ان قناه الزمالك لما خرجت كانت دليل على انا بقول، لان هي طبعا لها شعبيه كبيره بحكم نادي الزمالك له شعبيه كبيره جدا في مصر، فطبعا نالت من النجاح الكثير، لانها كانت طبعا جايه زي ما بيقولوا كده بشوقه بعد وقت طويل جدا من حلم جمهور نادي الزمالك، فعلشان كده عملت صدى كويس. طيب حضرتك كنت متوقع النجاح لقناه نادي الزمالك، لكن كنت متوقع النجاح الكبير في الوقت القليل ده، بالرغم ان في قنوات تانية يمكن ليها عشرات، يمكن ليها اكتر من 10 سنين لم تحقق نصف نسبه مشاهده قناه نادي الزمالك؟ خلي بالك، يعني بص، هو قياس النجاح انا مش معني ان انا اقول لك مين انجح من مين او كده. ممكن انا من وجهه نظر ان القناه مكسره الدنيا، واحد تاني يقول لا والله في احسن من كده، يعني ده في قولان. يعني فكره ان في قنوات ما قدرتش انها تحقق النجاح دوت، والله بص انا دايما بعتبر ان الاعلام عامل زي الطبيخ. في نفس، عارف انت النفس بتاع الطبيخ اللي هو بتاعنا، يقول لك ده شاطر نفسه حلو في الاكل، لا ده نفسه وحش في الاكل. الاعلام برضه غير ان هو بيبقى قرف، وغير ان هو بيبقى اعتاب، وغير ان هو، انا بتكلم على الحاجات اللي هي مش منهجيه ومش مش مش خاضعه لقواعد الاعلام. ممكن يكون المكان ده ربنا سبحانه وتعالى مبارك في ان هو يبقى فيه نجاح فيه. الكوكتيل اللي معمول للناس اللي موجوده فيه، مع الاعداد، مع الاخراج، مع المقدمين، مع المحللين، مع المداخلات، في توفيق، في حد بيشتغل على ده كويس. صحيح. ف
فكره ان انا اقارن قناه الزمالك بقناه ثانيه، ممكن اقول لك اه ان في قناه ثانيه ما نجحتش وقناه الزمالك نجحت في وقت قصير جدا. الاعتبارات اللي قلت لك عليها ديت قبل كده. ثانيا انا من وجهه نظري التحدي مش ان انت تنجح في خلال اول 3 شهور او اول شهرين بعد اشتياق الجمهور ليك، لا، التحدي من وجهه نظري ان انت تبقي على نجاحك استمراريه او وتستمر على هذا النجاح. طيب عايز اخد حضرتك لنقطه تانية، راي حضرتك في تقليل عدد الاجانب من 5 إلى 4، هل ده في صالح الكره المصريه وفي صالح الانديه؟ بص انا مع اي قرار يروح ناحيه اللاعب المصري وتطوير من مستوى اللاعب المصري. انت لما تيجي تقنن القرار قننه لان انت عندك استراتيجيه، انما التقنين اللي بيجي على هوا واحد من الناس موجودين مثلا يجي في دماغه واحد صاحبه يقول له والله انا شايف ان الاربعه مش عارف، يجي النادي الفلاني يقول له لا احنا هناخد هم 5، يجي النادي الثاني يعترض يقول له لا هو 4. يعني القرارات المتسرعه اللي مش بتيجي عن طريق استراتيجيه انا ضدها بصفه عامه. انا ضد اي قرار متسرع ما فيش استراتيجي. لو القرار ده متاخد من لجنه هينتهي عملها بعد 2 أو 3 شهور انا كاني ما سمعتش اي حاجه. طيب حضرتك مع استمرار اللجنه الخماسيه للاتحاد المصري لكره القدم ولا يتم التغيير، ومن الانسب للفتره القادمه؟ عدم استمرار اللجنه الخماسيه مش بالمزاج ومش بالكيف، لان في النهايه في جمعيه عموميه وهناك من يدير الكره المصريه لابد ان ياتي بشكل منتخب. فكده كده اللجنه الخماسيه لن تستمر، ده الموضوع منتهي. فكره انها تبقى قاعده ولا مش قاعده، انا على فكره انا بحترم جدا، يعني انا بحترم كل الناس واصدقاء واخوات وكل الكلام ده، ولكن كده كده لابد ان يكون هناك اتحاد للكره، وكده كده لابد ان يكون هناك انتخابات. فاللجنه الخماسيه لن تستمر، ده احط دي على جنب. الانتخابات ستجرى في موعدها ام لن تجرى في موعدها طبقا للظروف الصحيه اللي احنا فيها دلوقتي او اللي احنا فيها العالم كله فيها برضه انا ما اعرفش، بس كده كده هناك انتخابات وهناك اتحاد كره جديد سيقود الكره المصريه. طيب استاذ احمد، الافضل ان يجي، هتقولي مين الافضل اللي يجي؟ اتمنى اتمنى ان يكون الاتحاد القادم مزيج ما بين اهل مكه اللي هم ادرى بشعبها زي ما بيقولوا داخل الاتحاد المصري، واكيد الجمهور اللي بيسمعني فاهمني، يعني في ناس موجوده كويسه من الجيل من الرعيل القديم او من الرعيل او الناس اللي بتيجي كل مره فاهمين شويه الدنيا ماشيه ازاي من جوه. اتمنى ان يحصل ميكس ما بين دول، ان الكويسين جدا من المجموعه اللي فاتت دي ومجموعه جديده تبتدي تدخل بخبرات جديده وتبتدي تدخل بقدرات جديده جوه نتيجه اتحاد الكره اللي جاي. اتمنى ده يبقى مش كله يبقى القدام ومش كله يبقى جداد. طيب من اللجنة الخماسية عايز أخدك لنادي الزمالك. يمكن قبل الهوا كنت بتكلم مع أحد نجوم نادي الزمالك اللي انتقلوا للنادي الأهلي في السابق، ولكنه هو بيتكلم معايا كل ميوله أو كل تشجيعه حاليا لنادي الزمالك، فأنا عايز أعرف إيه سبب حب وتشجيع وعشق نادي الزمالك للعيبة اللي لعبت في نادي الزمالك ولو ليوم واحد بس؟ بص طبعا هو النادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم، وشرف لاي لاعب انه ينتمي للنادي الاهلي، وشرف لاي لاعب انه ينتمي لنادي الزمالك اللي هو برضه نادي كبير ونادي عظيم. تمام. فالكره في مصر اهلي وزمالك. يمكن نادي الزمالك طبيعه النادي نفسه، طبيعه التشجيع جوه النادي، طبيعه الجمهور الزملكاوي، جمهور نادي الزمالك بشوف ان هو جمهور ذو خصائص خاصه جدا وذو طبيعه خاصه جدا. صحيح. وجمهور فيه عاطفة جياشة جدا، فأي لاعب بيدخل نادي الزمالك ويستقبل من جمهوره بعاطفته الجياشة ديت، جمهور تحس إن هو بيحب كل ما هم يرتدون القميص الأبيض والفانيلا البيضاء، فهو البني آدم بيحس بحب الجمهور، والجمهور الزملكاوي بيحتضن أي نجم وبيوصل له مرحلة النجومية في أسرع وقت. خلال ايام بتلاقي النجم ده تحول من لاعب مغمور الى ملء السمع والبصر. صحيح. ممكن في انديه ثانيه بياخد وقت ولازم يبرهن على قدرات غير عاديه ولازم ولو قل شويه يبقى فيه هجوم عليه او يمكن ده مش من طبع جمهور الزمالك. جمهور الزمالك حمول جدا وصبور جدا ومحب للاعبيه ومحب لاي حد بيحب النادي او بيحب النادي الزمالك. ماشي. رساله من حضرتك. جمهور الزمالك بتخلي اللعيبه تحب نادي الزمالك. طيب رسالة من حضرتك مش لجمهور نادي الزمالك بس، لا لجمهور مصر كله عشان نقدر نعدي الأزمة دي، فرسالة حضرتك للشعب المصري كله تقول له إيه؟ نعود إلى الله سبحانه وتعالى
صحيح. نعود الى الله سبحانه وتعالى، نعود الى الله سبحانه وتعالى. فرصه هذه جات لنا من المولى سبحانه وتعالى. جميل. اللي بيحصل بايه وايه من ايات المولى سبحانه وتعالى، زي ما بنحب بلدنا وزي ما بنحب وطننا وزي ما بنحب ان احنا نبقى بلدنا متماسكه وبلدنا في احسن رفعه وفي احسن وضع وفي احسن حال. ادعو كل الشعب المصري بجماهيره الرياضيه، كل الناس، انا وغيري، وانا بقول الكلام ده لنفسي باي حد، ان انا استغل هذه الفرصه اللي احنا فيها في بيوتنا واللي احنا فيها، نتامل اللي بيحصل كله في ان احنا نتقرب اكثر الى الله سبحانه وتعالى، ونتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ونستغفر الله سبحانه وتعالى كثيرا عن كل ما مضى، واي حد ذنوب اي يتوب الى الله سبحانه وتعالى، واللي جاي يبقى افضل، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على خير، واللي نفسه يحج يحج، واللي نفسه يعتمر يعتمر، واللي نفسه يقيم شعائره يقيم شعائره. انما هذه المرحله انا ادعو الجميع، ودي رساله مني لكل الناس وربنا يحتسبها بالنسبه لي في ميزان حسناتي، اننا نعود الى الله سبحانه وتعالى، فهو المصير، وهو سبحانه وتعالى هو القادر على ان هو يخرجنا ويخرج البشريه كلها من هذه الازمه، لان احنا كلنا احنا خلقه، وهو الكبير هو الخالق. صحيح. نعم بالله. استاذ احمد جمال الاعلامي بقناه نادي الزمالك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب انا هطلع لفاصل، وبعد الفاصل هرجع استقبل محمد احمد لاعب نادي الشمس. في الفاصل ده هسيبكم مع الموهبه بسمله عاطف. هطلع لفاصل ونرجع لكم تاني. عيد ميلادك والله خلفت وعلاف، وانت اطول مني عايز عيد ميلاد امشي يا في اعداديه، ولسه بتفكر يا شحط في عيد ميلاد. روح لابوه كلمه في الشغل، قل له انت جاي اعديات للفاخة، شوف العيال لما تكبر تتملي مصاخة. ثم اصلا ايه اللي خلى يوم ميلادك اسمه عيد؟ ايه اللي خلى يوم ميلادك اسمه عيد؟ ياكش فاكر يوم ميلادك اختفت نار المجوس، ولا حد قالك ان لقينا يومها شوال فلوس؟ ده احنا كان العيش يدوبك والغموس، كنا مش لاقيين نجيب لك كلمتين. ايه يا دي السعادة اللي انت فيها دي جايك منين؟ ده احنا افجر فترة عشناها في حياتنا حمل بيك، أفجر فترة عشناها في حياتنا حمل بيك. كانت البلد ولا فيها زيت ولا فيها سكر، والجو بيننا وبين كل العرب كان شال وعكر، والسادات كان كل يوم شدوا الحزام شدوا الحزام، والأعراض اللي كانت في الخليج رجعوا لنا تاني، والجنيه مبقاش يجيب ولا جوز حمام ولا نص ضامن. كنا دايرين نستلف من القريب ومن البعيد، خليته عيد. بس عارف لما جال وجه ولد ظهري اتسند، رغم اني كنت مخلفة قبلك بنات، كنت انت بكري، ابوك حريم كلهم جابوا الولاد بدري، وجدتك في غياب ابوك كانت تلجح بالكلام، وانا طبعا اهلي حتى لو ما قالتش حاجة، احنا ستات اوعى الكلام بنقوله بسكات. من يا اخويا عيد ميلادك والله خلفت وعلاف، وانت اطول مني عايز عيد ميلاد امشي يا في اعدادية، ولسه بتفكر يا شحط في عيد ميلاد. روح لابوه كلمه في الشغل، قل له انت جاي اعديات للفاخة، شوف العيال لما تكبر تتملي مصاخة. ثم اصلا ايه اللي خلى يوم ميلادك اسمه عيد؟ ايه اللي خلى يوم ميلادك اسمه عيد؟ ياكش فاكر يوم ميلادك اختفت نار المجوس، ولا حد قالك ان لقينا يومها شوال فلوس؟ ده احنا كان العيش يدوبك والغموس، كنا مش لاقيين نجيب لك كلمتين. ايه يا دي السعادة اللي انت فيها دي جايك منين؟ ده احنا افجر فترة عشناها في حياتنا حمل بيك، افجر فترة عشناها في حياتنا حمل بيك.
كانت البلد ولا فيها زيت ولا فيها سكر، والجو بيننا وبين كل العرب كان شال وعكر، والسادات كان كل يوم شدوا الحزام شدوا الحزام، والأعراض اللي كانت في الخليج رجعوا لنا تاني، والجنيه الجنيه ما بقاش يجيب ولا جوز حمام ولا نص ضامي، كنا دايرين نستلف من القريب ومن البعيد، خليته عيد بس عارف لما جال وجه ولد ظهري اتسند، رغم اني كنت مخلفة قبلك بنات كنت انت بكري، ابوك حريم كلهم جاب الولاد بدري، وجدتك في غياب ابوك كانت تلقح بالكلام، وانا طبعا اهلي حتى لو ما قالتش حاجة احنا ستات اوعر كلام بنقوله بنقوله بسكات، من يا اخويا عيد ميلادك والله خلفت وعلاف، وانت اطول مني عايز عيد ميلاد امشي يا في اعدادية ولسه بتفكر يا شحط في عيد ميلاد، روح لابوه كلمه في الشغل قل له انت جاي اعديات للنفاخة، شوف العيال لما تكبر تتملي مصاخة، ثم اصلا ايه اللي خلى يوم ميلادك اسمه عيد، ايه اللي خلى يوم ميلادك اسمه عيد، ياكش فاكر يوم ميلادك اختفت نار المجوس، ولا حد قالك ان لقينا يومها شوال فلوس، ده احنا كان العيش يدوبك والغموس، كنا مش لاقيين نجيب لك كلمتين، ايه يا دي السعادة اللي انت فيها دي جايك منين، ده احنا افقر فترة عشناها في حياتنا حمل بيك، أفجر فترة عشناها في حياتنا حمل بيك، كانت البلد ولا فيها زيت ولا فيها سكر، والجو بيننا وبين كل العرب كان شال وعكر، والسادات كان كل يوم شدوا الحزام شدوا الحزام، والأعراض اللي كانت في الخليج رجعوا لنا تاني، والجنيه الجنيه مبقاش يجيب ولا جوز حمام ولا نص ضامي، كنا دايرين نستلف من القريب ومن البعيد، خليته عيد بس عارف لما جال وجه ولد ظهري اتسند، رغم اني كنت مخلفة قبلك بنات كنت انت بكري، ابوك حريم كلهم جاب الولاد بدري، وجدتك في غياب ابوك كانت تلقح بالكلام، وانا طبعا اهلي حتى لو ما قالتش حاجة احنا ستات اوعر كلام بنقوله بنقوله بسكات، من يا اخويا عيد ميلادك والله خلفت وعلافت،